دلوقتي الحقيقة احنا عايشين جو ولا هو صيف ولا هو شتاء، اللي هو الخريفي، اللي هو احنا كلنا بنبقى محتارين نلبس ايه، وكل البيوت دلوقتي بقى بتشيل الصيفي وبتطلع الشتوي. طيب لما بنيجي نطلع الشتوي بنقعد نقول هو ده هينفع ده مش هينفع، طب ده هيكمل معانا، طب الصيفي ادخل ده ولا لا اخليه. اسئلة كتير جدا بتدور جوه دماغنا، هنعرف اجوبتها بقى من ضيفتي العزيزة اللي انا على طول متابعها على السوشيال ميديا، وهي نجمة السوشيال ميديا، هي ريهام عناني فاشن بلوجر. يا ريهام منورانا. جميل حبيبتي بنورك. يلا نلبس، يلا نلبس. كلمتها الشهيرة على السوشيال ميديا، يلا نلبس يلا نلبس. أنا مش عارفة أبدأ معاكي منين، يعني أنا عايزة أقول إن ريهام أكيد كل اللي بيتابعها بيشوف إن هي بتلبس ألوان، يعني أنا قلت إيه في الشتاء هنهدى بقى في الألوان، لقيتها عاملة كم فيديوز عن ألوان بقى أورنج إيه بقى؟ إيه؟ أنا عايزة أبدأ بالترند على طول في الشتاء، إيه بقى؟ يلا بينا. بصي ومبدئياً النيون كولرز ترندنج في الشتاء ده على عكس الطبيعي. أيوه يعني يمكن بقى أثرت عليهم يمكن. تقريباً. أنا إمبارح لسه شارية جاكيت اللي هم البامب فسفوريك. اللي هم الجواكت يا جماعه المنفوخه دي، بقيت ابص في سفورك في الشتاء. بس لبسته ولا لقيته حلو، قلت لا جامد حلو. بصي هم طالعين من السنه اللي فاتت، بس كنا دايما بنحط معاهم اسود بيج ابيض، مفيش ابيض في الشتاء طبعا. الناس مش مقتنعه بالموضوع ده، لكن السنه دي ممكن تلبسي من فوق لتحت بينك، يعني محدش هيعمل كده قوي غير بقى الفاشن بلوجرز والفاشينيستز وكده. لكن في ناس بتحب تمكس الوان مع بعض، ودلوقتي بقى الموضوع عينك متعودة عليها السوشيال ميديا، فالناس ابتدت تتجرأ. وانا مبسوطة قوي ان عندي فولورز كتير ابتدوا يتجرأوا بيبعتوا لي بيلبسوا ماكس مع بعض. فبس فده اول تريندنج. طيب واحنا بنشيل الصيفي زي ما بقول، انا بعاني من الموضوع ده، اجي بشيل الصيفي اقول طب انا ده ممكن احتاجه، لا هخليه في الشتاء، وما بحتاجوش ساعات كتير ما بحتاجها، يعني لا خلاص زي ما بيتشال بيفضل بقى موجود للصيف اللي بعد. ايه البيس اللي انا اخليها تفضل مكمله معايا للشتاء، يعني من الصيف للشتاء؟ بصي كل البيزكس التوب اللي عندك ساده قطن خليه، يعني والشميزات متهيألي، والشميزات اللي مش حرير مش ساتان، لانه في الشتاء برضه بنلبس ساتان قوي. بيبقى صعب بتحسي فيه برد، بيبرد اصلا. خريفي وربيعي يعني في الاثنين دول، حتى في الصيف قوي ما تقدريش تلبسي ساتان قوي. طب والاخضر تقريبا طالع موضه، انا وانت في ماتشين مع بعض. بصي هو طالع موضه بقاله كتير ومكمل حتى في الشتاء، بس هو لون سوبر، يعني عارفه اللي هو اللون بيليق على اي حاجه، تلبسيه مع اورنج مع ابيض مع كافيه، تدخليه مع بيربل، بيليق مع كل انواع الوان البشره تقريبا، بيليق يعني مع كل انواع البشره. هو لون كول بس درجاته كتير. ايوه صح، يعني هو من غامق للفاتح. ده مثلا بيليق مع كل انواع البشره. الفاتح قوي بيليق مع البشره الفاتحه او الكول يعني. اوكي. الغامق قوي وهكذا. طيب. درجاته كتير وحلوه كمان. طيب انت جايبه لنا النهارده حاجات كده، ريهام جايبه لنا حاجات لطيفه كده، الحاجات الترندي بقى، قولي لنا نبدا بايه. هي ترندي وفي نفس الوقت اساسيات عشان تناسب كل الأذواق. يعني بصوا يا جماعة الحاجات اللي ريهام هتوريها لنا دلوقتي دي حاجات أساسيات يعني تبقى موجودة عندنا كلنا. نبدأ بإيه بقى؟ هنبدأ أول حاجة بالجاكيت الجينز. خطير الجاكيت ده. خطير. وفرفوش برضو مش هتلاقي عندي حاجة عليه. لا 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 بيجنن. فرفوش برضو شوية. جاكيت الجينز هو حلو إن هو من أساسيات، والسنة دي ترندي على نلبس معاه جينز كمان. بجد؟ جينز على جينز. حنفي القبها قوي. حنفي القبها ترندنج. يعني حنفي القبها طلع في الترند. ده من ايام التسعينات كان موجود ان احنا نلبس جينز في جينز، ودلوقتي ترندنج قوي السيزون ده. اوكي. وممكن تلبسي يتلبس ممكن جينز ممكن غامق ولا لازم نفس الدرجه؟ لا براحتك اللي انت بتحبيه. اوكي. بتحبي الغامق؟ انا جبت الدرجه دي عشان الدرجه دي ميديوم بتليق على كل حاجه. الغامق لو لبستيه على اسود هيكتم، لكن ده لو لبستيه على اسود هيبقى لطيف. بعد الحلقه اعرف جايباه منين ده على طول. فورا على طول. بصي فرفوش ازاي قوي. لا ريهام يا جماعه حاجاتها كلها اكيد كل اللي متابعينها على السوشيال ميديا حاجات غريبه، وبعدين حاجات بص ايه انا هلبس ده هي تلبسها ايه ده، الله والله الحاجات دي طلعت حلو جميله يعني. ده طلع حلو. ده طلع والله جميل اهو. فجاكيت الجينز مهم بيليق على كل حاجه، بينفع بقى تلبسي هاي نك بلوفر كده تحتيه في الشتاء بينفع، لانه الشتاء عندنا مش القارس يعني مش البرد خصوصا الصبح. ايوه صح. بالليل اقول لك لا كوت وبتاع معانا هنشوف دلوقتي. وكمان ينفع في الربيع والخريف، يعني هو معاكي طول السنه. وفي الصيف على فكره ينفع برضه لو لابسه مثلا تحتيه توب كات او حاجه وتشمري الكمام شويه. مناسب كمان للمحجبات. بالظبط. عندك خروج الصبح سريعه مناسب. وفي ماتيريال خفيفه وفي
تقيله. انت شو بتختاري اللي انت عاوزاه. اوكي بالزبط. طيب معانا ايه تاني؟ معانا بقى الفلوفر الكينج الابيض. بعشق ده بقى بجد بجد الابيض لازم يكون يعني عندنا. ما ينفعش ما يكونش عندنا لانه هتحطيه على اي كاردجن، كيمونو، كوت، بنطلون، جينز، الوان، هيليق تحت بليزر، يعني البسيه مع اي حاجه. مع اي حاجه هيليق. فده اساسي معانا يعني. ده ما تستغنيش عنه، يتبهدل نجيب غيره. انا بعمل كده. انا عايزه اقول حاجه بس، نصيحه لكل اللي بيتفرجوا علينا، انا ما بجيب حاجه بيض حتى في الصيف، لما بجيب تيشرت ابيض وبتعجبني حلوه انا بجيب منها اثنين ثلاثه، لان الابيض اصلا اللون بيغير بسرعه. صح. مع الغسيل الكتير ممكن تلاقوا القماشه، فجيبوا لو سعرها لطيف جيبوا منها اثنين مش هيخسر يعني. ولو ما نحطهاش في الغساله ونقدر نغسله هو على ايدينا هيبقى افضل. صح. بكتير. وبرده ممكن نفيد المسحوق الباودر مع الابيض. أوكي. خلينا في السائل اكتر. في السائل. طيب قولي لي ايه الحاجات اللي مكمله معانا من الشتاء اللي فات؟ بصي اللي مكمل معانا من الشتاء اللي فات طبعا كانوا الالوان. اوكي. طالعه شويه في الشتاء اللي فاتت، السنه دي اقوى. الوايد لج جينز مكمل. المشكله انه ترند لو ويست، بس احنا مالناش دعوه. لا 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 مش لا كل لا ترند هم فولو. لا ثانيه واحده ثانيه واحده، عشان الكرش. عشان والله. يعني وانا على فكره مش بس بصوا احنا ارفعوا على قد ما تقدروا. مش اي حاجه بالظبط، مش اي حاجه تطلع ترند نلبسها، عشان بيبقى بجد منظر وحش جدا ان واحده مثلا. صح. مليانه شويه او كده فتلاقيها لابسه اللو ويست. صح. فبطنها بتبقى شكلها مش لطيف خالص. بصي حتى ايفن لو مش مليانه ورفيعه الهاي ويست بيظبط لها جسمها. الهاي ويست بيخليها فيها انوثه اكتر. بيفصل بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، بيطول. بصي وشكله اشيك، بيظبط شكل اللبس. حقيقي حقيقي الهاي ويست لا خطير. يعني خطير. اللو ويست ده والميد ويست لا مش بلاش. هو ترندي بس مالناش دعوه بيه. بالظبط. طيب معانا انت معاكي حاجات كتير جدا. انا شايفاه مكمل برضو، هنروح له بس يلا نشوف. ده انا هفاجئك بالجلد. الشميز الابيض بقى برضو مهم جدا، ده مش ابيض ده كريمي شويه. ليه؟ عشان نعمل حساب انه يليق على كل انواع البشره. بالظبط. احلى حاجه فيه ان هو بينفع مع الفست اللي هو التريكو. عايزه تلبسيه على فست اللي هو اللي بيبقى طويل لحد تحت مع بوتس، تحت مثلا جاكيت كيمونوز كارديجنز، كل حاجه ماشي. لوحده تلبسي عليه جاكيت الجلد الاسود. يعني خليني اوريكي حاجه. يعني يا جماعه كل اللي عنده الشميزات اللي في الصيف، لو حد كلنا عندنا شميزات، الشميزات بتاعه الصيف سيبوها ما تدخلوهاش، يعني ممكن فوقيها جاكيت، عليها كيمونو، عليها الفيست، كل ده الحاجات دي بتمشي. بصي مثلا هنا الشياكه. مع بنطلون مثلا لو انت بقى يعني هتخشي في الموضه تلبسي مع بنطلون احمر اللي هم الزيبرا برانت دول. برانتس كتير. البرانتس على فكره مكمله معانا في الشتاء فعلا. والفلير. أوكي. البنطلون الفلير اللي هو بيجي من عند الركبه بيوسع. والبوت كات برده، كل الحاجات دي مكمله معانا موضه. بصي كل حاجه عجبتنا قوي كلنا لبسناها مكمله معانا. الله. طبعا لانه والالوان، هي الالوان احنا كان الشتاء عندنا محصور اسود ابيض بني او جراي، يعني او سوري ما فيش ابيض كمان، كان هو اسود وبني وجراي. لا دلوقتي الشتاء يا جماعه بصوا بقى الوان بس يعني. الوان لونوا زي ما انتوا عايزين. على فكره المحلات دلوقتي هتنزليها هتلاقي كلها بقى الكوتس كلها اخضر واصفر وبيربل. أيوة. ايه ده في انتوا اتغيرتوا قوي. ده اللوكال براندز كمان. أوكي. فاللي هو اي مكان هتنزلي فيه هتلاقي فيه، كنا زمان ما بنلاقيش ده في مصر. اوكي. دلوقتي موجود. طيب الزبره والحاجات دي يعني مكمله. مكمله التايجر والزبره اوكي. يعني هتلاقي مثلا على بينك على جرين، يعني كل الالوان دي. جاكيت الجلد بقى مستو ان هو هتلاقيه اساسي في الدولاب وترندي برضو. لا جاكيت الجلد ده تاني ليه غنى عنه في الفاشن شو. بس كان فجاه لو تفتكري اتركن شويه في الدولاب. تحسي اللي هو خلاص بقى زهقنا. بس انا السنه اللي فاتت لا لبسته كتير. انا بالنسبه لي انا لبسته كتير، لان فعلا على اي حاجه اي بلوفر اي. صح. لون اي حاجه تضربيه على الجينز على البوت شكرا خلاص كده. بالظبط. هو حلو وسوبر وفي نفس الوقت ترندي السنه دي. طيب سؤال بقى، الجلد المقلوب لان شايفاه طالع ترند ولا لا مش قوي؟ هو مش ترند قوي، هو الجلد ده هو اللي طالع ترند. اوكي. الجلد المقلوب اللي قصدك مطفي شويه. هو برضو يعتبر جلد. انت بقى بتحبي تلبسي ايه؟